ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ طبعا انتوا عاوزين تعرفوا ده ايه. دي صينيه رقاق باللحمه المفرومه، وعملت جنبها ملوخيه خضراء زي ما انتوا شايفين، وعملت جنبها بقى يعني اللي بيعشق الحمام طبعا، ده حمام محشي فريك خرافه، وصينيه الجلاش بالطريقه اللي انا عاملاها برضو تحفه تحفه تحفه. يا رب بقى. طبعا انا لسه هقول لكم الوصفه، يا رب الوصفه تعجبكم. وطبعا بالنسبه للحمام دوت زي ما انا قلت لكم، ده اللي انا فاتحاه من تحت، والباقي المقفل ده انا فاتحاه من زوره، وقلت لكم عشان تعرفوا انا ازاي فاتحاه ومنضفاه من الزور مش من البطن. اتفرجوا على الفيديو ان شاء الله اللي هينزل بعد دوت على طول، هنزل لكم فيه طريقه التنظيف من الزور مش من البطن. تعالوا بقى نبتدي كده مع بعض الطريقه، وما تنسوش بقى اللايك الجميل عشان يرفع القناه، والشير مع اصحابكم، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل معاكم اكله يعني مفيش حد من المصريين ما بيحبهاش. هي حمام محشي زي ما انتم شايفين كده. انا جبت الحمام منضفاه، وان شاء الله ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده هينزل تنظيف الحمام، وهوريكم انا منضفاه ازاي. انا طبعا مش فاتحاه من تحت، انا منضفاه من فوق. هتعرفوا ازاي، اللي عاوز يعرف يعني ازاي منضفاه من فوق يبقى يتفرج على الفيديو ان شاء الله اللي بعد دوت، هتعرفوا الطريقه. هعمل حمام محشي فريك، وهنعمل معاه رقاق، وان شاء الله يمكن اعمل حاجه تانية، بس هنشوف بس الدنيا تمشي معانا ازاي. طبعا هي اكله جميله، واكله يعني تنفع للعزومات، تنفع لايام عاديه، تنفع لاي مناسبه. طبعا اللي لسه ما اشتركش او ما عرفش القناه يا ريت يشترك فيها ويفعل زر الجرس ويضغط على كلمة الكل عشان يوصله كل جديد. وطبعا اللي عارفني ما تنسوش اللايك، اهم حاجة اللايك هو اللي بيرفع القناة، والشير مع اصحابكم عشان يعني الناس تستفاد. طبعا اول حاجة هبدأ معاكم، انا هنا طبعا جبت الحمام نضفته وغسلته كويس جدا، ونقعته في ليمون وخل وملح ومية، وسبته لمدة ساعة، وبعد كده صفيت خالص لحد ما انتم شايفينه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده جبت فريك، الفريك برضو غسلاه كويس جدا، وهبتدي بقى ان انا اعمله معاكم دلوقتي. طبعا اول حاجه هبتدي ان انا احطها، طبعا حطيت كده على النار، هبتدي ان انا احط ملح وفلفل، انا ما بحطش عليه غير ملح وفلفل بس على فكره. واحط عليه ملعقه سمنه بس مش اكتر من كده، واسيبه لحد ما يتشوح معايا خالص، وهوريكم بقى ازاي ان انا بحشيه من فوق. وطبعا اللي عاوز برضو يتفرج، لاني فكره ان انا ينضف من الزور ديت مش اي حد بيعملها يعني، او مش كتير يعرفوها، بس بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا خلاص شوحت السمنه مع الملح مع الفلفل، بس كده هفضيه بقى، هبتدي ان انا اطفي عليه، هفضيه في حاجه عشان يبرد عشان اعرف اشتغل بيه بالشكل ده، واسيبه بقى لحد ما يبرد، اسيبه لحد ما يبرد، وبعد كده هنبتدي نحشي مع بعض، وهوريكم الحشو ازاي. وزي ما انتم شايفين كده، انا بقى هبتدي ان انا احشي. طبعا زي ما انا قلت لكم، انا اهو مقفول من تحت، انا هبتدي ان انا احشي من هنا، من عند ال سوري اهو، من هنا احشي من فوق مش من تحت، لان من تحت انا قافلاه. يعني انا لما نضفت، انا يعني انا قلت لكم خشوا على الفيديو اللي بعد ده على طول هينزل، هقول لكم ازاي انا منضفاه من فوق.
طبعا همسك كده بقى من عند زورها وابتدي ان انا احشي بالشكل ده. معرفش انتوا كده هتشوفوني اهو بالشكل ده، هحشي خالص لما املى بطنها. وطبعا انا كنت لما نضفته انا فتحت ما بين الجلد وما بين اللحم، ده برضو هيتحشي. طبعا انا كده بحشي من جوه الاول اهو من الزور. هي الكاميرا كده مش مبينه اهو بالشكل ده. انا حشيت البطن خالص اهوت، هبتدي بقى ان انا احشي تحت الجلد. اهو بالشكل ده. طبعا انتوا هتشوفوها دلوقتي. طبعا بالنسبه لتحت الجلد لما تيجي تحشي ما تملهاش قوي عشان ما تفرقعش منك. يعني انا ملاحظه اهوت اهو زي ما انتوا شايفين. على فكره الحمام ده مش البلدي، دي حمام لاحم، وانا قلت لكم الكلام دوت وانا بنضفه اهو بالشكل ده. انا مش هحشي اكتر من كده. ممكن بقى ان انا ادخل الكبده والقناصه اقفل بيها من فوق بالشكل ده. يعني عندي هنا القناصه والكبده اهوت، هبتدي ان انا احطهم هنا والقلب، هقفل بيهم الزور وهدخل برضو الراس بدل ما اقطعها، لان في ناس كتير بتقطعها. هدخلها كده ان انا ازنق بيها بحيث ان الفريك ما يقعش من هنا بالشكل ده. طبعا انتوا هتشوفوها هتبان من شكلها ان هي مش شكلها بلدي خالص. يعني ده اسمه حمام لاحم، ده بيبقى كله لحم اهو، حتى الزغلول بتاعه بيبقى كبير بالشكل ده اهوت. طبعا زي ما انتوا شايفين انا ما حشيتش هنا جامد لان لسه هيتملي طبعا من الميه، فانا مش عاوزاه يفرقع معايا. هبتدي ان انا احشي بقى كله كده، مفيش غير واحده بس اللي انا فتحتها معاكم في التنظيف من تحت، قلت برضو اوريكم بتتحشي ازاي. دي انا فتحها من تحت اهيت، هبتدي برضو ان انا احشي قلبها البطن بتاعتها يعني اهو بالشكل ده. وبرضو فتحها لها انا هنا الجلد بتاعها هبتدي برضو انا حشيتها من جوه. هبتدي ان انا احط الكبد والقوانص بتاعتها اهي واقفل بيها من تحت. بس دي بقى هتبقى هدخل رجلها هنا بالشكل ده بالراحه كده، واقوم مدخلاها في الفتحه اللي هنا دي، والتانيه عاملاها عكسها بالظبط. هدخلها اهي، هتبقى عامله زي علامه الفيل بالشكل ده. بالنسبه بقى للحشو تحت الجلد انا فاتحه لها من قدام من عند الزور اهي. هبتدي ان انا برضو ادخل كده يا ريت تقولوا لي انتوا كده شايفين بالتصوير ولا انا حاسه ان انا ايديا اللي باينه مش باين وانا بحشي. كان عاوز الناحيه اليمين يعني تيجي من الناحيه الثانيه. المهم انا بحشي كده برضو تحت الجلد اهو زي ما انتوا شايفين، وبرضو مش هملاها جامد اهو بالشكل ده. بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انا حشيتها. هبتدي برضو ان انا ادخل الراس كده بزنق بيها الفريك اهو بالشكل ده اهيت اهي. وابتدي برضو ان انا احط الجنيحة وراها كده، الجناح بتاعها اتنين ورا اهو بالشكل ده. هكمل بقى كله كده ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني.
طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو، يعني ما شاء الله ما شاء الله على الحمام، شايفين شكله عامل ازاي بعد ما اتحشى كمان. بصوا فكده بقى، انا دلوقتي بسخن عندي ميه اهو، هركنه على جنب اهو، هركنه، هبتدي بقى ان انا احط ايه في الميه. عندي ورق لورا، تلات اربع ورقات كده، عندي حبهان، وعلى فكره الحبهان المطحون احسن من الحبهان الصحيح، يعني انا جايبه اللي هو المطحون ده او الناعم، بحط منه حاجات بسيطه جدا، احسن ما تعملي اتنين من حبيتين او ثلاثه وتفتحيهم وتحطيهم، فده افضل بكتير، بيدي يعني طعم كده وللشوربه بتخليها خطيره. طبعا كم بصلايه او بصلايه كبيره عامه، واحط فلفل بالشكل ده، وهسيب المايه لما تغلي هبتدي ان انا ايه احط فيها الحمام، واحط برده الملح لان هو سنه مش كبير، فعادي لو حطيت الملح من دلوقتي دي مش حاجه ان انا استنى ان هي تاخد وقت في السوى ولا كده، لا هحط الملح بتاعها على طول، هيبقى ناقص المرقه وهيبقى ناقص معايا الحمام طبعا، بس لما يغلي معايا. طبعا كده المايه ابتدت تغلي معايا، هبتدي امسكها بقى من الناحيه المفتوحه وانزلها بالراحه وعلى ظهرها بالشكل ده، واقوم منزلاها كده. هي على فكره اول ما هتنزل في المايه المغليه هتقفل لوحدها اهو بالشكل ده، اول ما بتنزل زي البمبار كده، اول ما بينزل بيقوم قافل لوحده. هبتدي بقى ان انا انزل كده كله على ظهره بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده، لو في بقى ريمه ولا اي حاجه انا بطلعها، وبعد كده بقوم حاطه المرقه وخلاص على كده، وهوطي عليه خالص يعني عشان ما يفرقعش منك. الحمام بالذات لازم توطي عليه خالص لحد ما يستوي براحته، يعني هو تقريبا هياخد له بتاع ساعه سوا، بس لازم اوطي عليه، لان لو عليتي عليه النار بتفرقعه. فانا دلوقتي كده هو تحط المرقه واغطي عليه وخلاص، هسيبه بقى ونرجع نعمل الرقاق مع بعض. كده هنعمل مع بعض بقى اللحمه المفرومه. طبعا انا هنا معايا بصله كبيره، هبتدي ان انا احطها على السمنه، وحاطه سمنه طبعا، انا عاوزاها تدبل معايا بس، مش عاوزه ان انا احمرها. بصوا بقى الرقاق انا هعمله لكم بطريقه هتخليكم بصراحه يعني طريقه جميله جدا، وهتخلي طعمه تحفه. طبعا هبتدي ان انا احط التوابل كده، احط الملح طبعا مش هزود ملح، احط الفلفل، كل ده مع البصله، انا عاوزاه يتحمر مع البصله لان كمان انا بحب اشم ريحه التوابل لما بتتحمر كده مع البصله بتدي ريحه جميله جدا. احط بهارات اللي هي السبع بهارات العاديه بتاعتنا بالشكل ده، احط حبه قرفه بالشكل ده، وحبهان بودره حبه صغيرين بس يا دوبك، بس رشه كده بالشكل ده بس، واقلب كله كده مع بعضه. اول ما التوابل تلاقيها طلعت معاكي ريحه، قومي تضيفي على طول اللحمه. انا هنا عندي يعني بتاع نص كيلو لحمه، طبعا احنا مش هحتاج ده كله، بس اللي بيفيد معايا انا بحب احتفظ بيه في الفريزر، بيساعدني في اي وقت انا مزنوقه فيه اطلعه على طول واعمل كده. هبتدي ان انا اضيف بقى اللحمه كده بالشكل ده اهي، وابتدي بقى ان انا اقلب كده كله مع بعضه لحد ما اللحمه ابص الاقيها استوت معايا. طبعا هعرف ازاي ان لونها، ابص الاقيها غمق معاكي من الاحمر ده للون البني او لون اللحمه يعني العادي. طبعا زي ما انتم شايفين كده خلاص هي بتبتدي ان هي تنشف من ميتها خالص، وبجد انا ذقتها الله 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 على الجمال وعلى طعمها بالتوابل اللي فيها. بجد جربوا ان انت تحط فيها التوابل اللي انا حاططها دي، بجد هتفرق معاكم كتير في طعم الرقاق ده، غير لسه كمان الحاجات اللي انا هحطها على الشوربه هتفرق معاكم بجد كتير قوي.
كده زي ما انتم شايفين بقى خلاص كده حطي عليها وابتدي ان انا اجهز معاكم الشوربه. هنشوف هنحط ايه على الشوربه وهنعملها ازاي. كده بقى زي ما انتم شايفين هنعمل الرقاق سوا. انا جهزت هنا كوبايتين لبن زي ما انتم شايفين كده، وعلى فكره اللبن مع الشوربه هيديكي طعم حلو جدا جدا. هبتدي ان بقى ان انا احط عليها شوربه، الشوربه طبعا مسخناها قوي، هبتدي ان انا اضيفها كده حسب بقى الكميه اللي عندك. اهو كده كفايه قوي. اهي زي ما انتم شايفين هبتدي بقى ان انا احط لها الملح والفلفل. طبعا هظبط الملح والفلفل بتاعي الطبيعي عشان انا حطيت لبن. احط حبه ملح صغيرين مش كتير طبعا لان كل حاجه عندي انا محققاها، وحبه فلفل بالشكل ده. وهبتدي بقى ان انا اقلب كده كله مع بعضه. عندي هنا زي ما انتم شايفين بقى انا هنا عندي الرقاق، ممكن دول 8، ممكن نعمل حسب ما الصينيه هتاخد، ممكن نعمل 4 و4 3 و3 حسب ما انتم عاوزين. وطبعا احنا كده خلصنا معانا اللحمه اهي. عندي بقى هنا السمنه، هبتدي ان انا اخد منها بس ادهن الصينيه عشان مفيش حاجه تلزق معايا، عشان لما اجي اقلب الرقاق ما يلزقش معايا. هبتدي ان انا اهو زي ما انتم شايفين كده هدهنه الحروف بتاعته كله بالشكل ده، يعني الجوانب بتاعته ومن تحت هدهنه حلو قوي عشان لما اجي اقلب الصينيه معايا تتقلب وتبقى حلوه، ما يبقاش في حاجه لازقه. ده كده بالنسبه للصينيه. هاجي بقى على السمنه دي، انا طبعا هحتاج السمنه دي ان انا هدهن بيها وش الطبقات، فدلوقتي هسيحها واقول لكم هحط عليها ايه. طبعا هاجي بقى هنا بالنسبه للسمنه، هبتدي ان انا احط عليها نص معلقه بيكنج باودر كده. طب هتقولوا لي ليه هحط البيكنج باودر؟ هقول لكم ان ده لما نيجي ندهن ما بين الطبقات وبعضها، ان انا جربتها في حاجات كتير بصراحه ونجحت معايا. ان انا هبتدي طبعا ديت لما اجي ادهن بيها هتورق لي الرقاق وهتخليه جميل جدا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بص هي طبعا عشان سخنه ابتدت تفور معايا، دي بقى هتورق لي ما بين الطبقات وهتخليها جميله جدا. طبعا زي ما انتم شايفين بقى كده هجيب الرقاق معايا بالشكل ده، هبتدي دي بقى ان انا اسقيه كده وبالراحه عشان ما يتكسرش مني. الاتجاه الكاميرا مش جايبه بالشكل ده كده، نفس النظام من الوش التاني اهو. وابتدي بقى ان انا احطه في الصينيه بتاعتي. بالشكل ده. وابتدي ان انا ادهن الوش بتاعه بالسمنه اللي احنا عملناها سوا. طبعا انا عندي هنا السمنه بتاعتي الشوربه بتاعتي دسمه. لو انت الشوربه بتاعتك مش دسمه، يعني شوربه حاجه مش دسمه، هتحطش عليها معلقتين سمنه. هبتدي برضو اخد كده تاني. هعمل بالشكل ده برضو كده تاني اهو، ان انا هشربها كده كلها. واعمل الطبقات كلها بنفس المنظر ده. طبعا لو الشوربه ابتدت ان هي تبرد منك ابتدي ان انت دفيها تاني، وهبتدي برضو ان انا احط نفس النظام كده. هعمل بقى كله بنفس النظام ده لحد ما اخلص الاربعه واجي اقول لكم يعني ثلاثه او اربعه زي ما انتم حابين. دلوقتي انا حطيت الاربع طبقات، هبتدي بقى ان انا اضيف هنا عندي اللحمه المفرومه، ومش هجيبها للاخر خالص، يعني لما اجي اوزع ما اوزعش للاخر خالص، يعني هوريكم ازاي.
اهي، واسيب جزء كده موزعوش للاخر عشان لما اجي اقفلها في الاخر ما تبقاش توقع معايا بالشكل ده كده اهي. اسيب جزء بس بسيط كده من الاخر ان انا ما احطش عليه لحمه مفرومه. اسوي بقى كده بالشكل ده وابتدي ان انا اكمل نفس النظام. اخد برضو الورق معايا طبعا، ما تحاوليش ان انت برضو تسقي جامد عشان تقدري تتحكمي في الرقايه وانت بتشتغلي بيها، لان لو باشت منك انت مش هتعرفي تتحكمي فيها. وابتدي بقى ان انا اضيفها برضو عليهم بنفس النظام. احط برضو طبقة السمنة من على الوش زي ما اتفقنا ان ما بين كل طبقة وطبقة بحط السمنة. ابتدي بقى اكمل الباقي بنفس النظام ده ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. وزي ما انتوا شايفين كده انا خلصت. هبتدي برضو ان انا اسقي كده على اساس ان انا اعرف اتحكم فيه او كله يلزق في بعضه. بالشكل ده طبعا مش هسقي كتير، بس هي كام كبشة كده. وابتدي ان انا اضغط عليه. ابتدي اضغط عليه بقى كده بالشكل ده ان انا كله هنزله كده، يبقى ساقط كله لتحت كده، وبالذات من على الحرف عشان ما يخرجليش الحشوه، وفي نفس الوقت لما اجي اقطعه يبقى حلو معايا اهو. طبعا انا حطيت اربعه واربعه، يعني اربعه فوق وفي النص اللحمه واربعه تحت اهو. هضغط كده وابتدي بقى ان انا ادهنه سمنه. وطبعا عشان يدي لون معايا من على الوش يبقى حلو قوي، هقول لكم تعملوا ايه تاني. انا عندي هنا بقى وش اللبن انا بشيله بحتفظ بيه. هبتدي ان انا اجيب كده عشان يعمل معاكي وش حلو قوي وهيبقى شكله مميز، يعني شكله هيبقى جميل جدا. هبتدي ان انا اوزع عليه كده القشطه بتاعت اللبن بالشكل ده. ده هيخلي الوش جميل جدا، ده غير بقى الحاجات اللي انا عاملاها في اللحمه. يعني يا ريت تجربوها بنفس الطريقه دي هتعجبكم قوي قوي قوي. بس وهولع فرن يكون سخن جدا وهدخلها فيه، واول ما تبتدي بقى تستوي وتحمر كده هطلعها لكم. وطبعا زي ما انتم شايفين كده ادي صينيه الجلاش اتعملت. اول بقى ما هتطلع من الفرن عشان تبقى بتلمع كده وجميله من فوق، هبتدي ان انا ادهنها بس كده السمنه، هتدي معايا لمعه حلوه قوي قوي بالشكل ده. بس هي يعني تلميعه كده بسيطه او دهنه بسيطه كده تديها لمعه حلوه. بصوا بالشكل ده. دلوقتي هنبتدي بقى ان احنا نحمر الحمام مع بعض. طبعا الحمام اهوت انا طلعته زي ما انتم شايفين. طبعا لازم ابقى موطيه عليه زي ما انا قلت لكم عشان ما يفرقعش. عندي هنا سمنه، حطيت سمنه، احط حبه زيت كمان عشان يدي معايا لمعه حلوه. لازم تحط حبه زيت، ومش هضيف اي يعني مش هنزل الحمام دلوقتي غير لما السمنه تسخن معايا. زي ما انتم شايفين كده انا حطيته اهوت. هبتدي بقى ان انا كل ما يحمر اتابعه، كل ما يحمر اقلبه على الناحيه الثانيه. وانا بحب دايما ان انا اغطيه كده عشان ما يترطش، ولا البوتاجاز ولا يترطش، يعني مش عارفه ازاي اوصف كمان البوتاجاز. طب الحله اللي انا بسلق فيها باخد الغطا بتاعها وبغطيه كده، وطبعا هبتدي ان انا اتابعه واقلبه اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو، انا على طول ايديا فيه على طول ان انا بقلبه وما اسيبوش. مجرد ما يحمر كده معايا بقوم مقلباه اهو. زي ما انتم شايفين لونه اهو، طلعته بالشكل ده.
هبتدي برضو الباقي هعمله بنفس النظام، ولما باجي اطلع بطلع بحاجه زي كده عشان ما يتخرمش مني. وطبعا زي ما انتم شايفين كده خلصت وحمرت الحمام، وعملت كمان جنبها ملوخيه خضراء، وادي صينيه الرقاق. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك الجميل عشان يرفع القناه، وتشيروا مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. ومتشكره لكم خالص، ونقول لكم انتظروني في فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله. نقول لكم باي باي.